السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. معكم أخوكم عبد اللطيف القنوري. الآن أنا راني في إحدى الحدادة ديال الجارة الجزائرية كما كتلاحظوا، ودائما كنفوت بهذا الطريق ديال السعيدية، كنشوف مجموعة ديال الناس هنايا كيسلموا على الأحباب ديالهم وعلى الأهل ديالهم هنايا. هذا المنظر هذا اللي مؤلم، مؤلم جدا. شوفوا هنايا كيسلموا على الاهل ديالهم والاقارب ديالهم بمناسبه العيد. هنا المغرب وهنا الجزائر. هذا الشيء هذا والله عيب وحرام، زعما اللي كنشوف هذا الشيء هذا جوج ديال الدول اللي بصراحه زعما المسلمين وكيصليو جوج الصلوات الخمس وكيشهدوا محمد صلى الله عليه وسلم، وكاين بضع امتار فقط كتشوفو، كاين 10 متر ما وصلش. ولا بغيت تمشي مثلا للجزائر خصك 400 ألف باش تقطع البيي وتمشي حتى للدار البيضاء، وعاد تقطع هاد الشيء هذا والله إلا حشومة وعيب. هاد الشيء مؤلم جدا. كنشوف أصدقاء بزاف اللي كيسلموا على الأهل ديالهم هنايا وكيلوحوا لهم بالأيادي ديالهم. شوفوا بكل صراحة هذا الشيء هذا مؤلم جدا. مساكن محبوسين ليه؟ هذا الشيء اللي يمكن لي نقول. شوفوا بكل صراحة هذا الشيء هذا مؤلم جدا. كنشوفوا هنايا جوج ديال الدول لمسلمين، وكنتمنى من الله هذه الرسالة توصل. أصدقائي بارطاجيو هذا الفيديو هذا باش إن شاء الله الرسالة ديالنا توصل. بغينا هاد الحدادة هادي اللي مسدودة تحل باش يكونوا جوج ديال الدول متسامحين متقاربين، شي يمشي عند شي وشي يزور شي. منظر محزن. نتمنى من الله هذه الرسالة توصل إن شاء الله باش هذه الحدادة اللي مسدودة تحل إن شاء الله، والناس يمشي ويزوروا الأحباب الأهل ديالهم والأقارب ديالهم. وكذلك الناس اللي في الجزائر مرحبا بهم يجوا عندنا يزوروا الأهل ديالهم هنايا اللي كاينين هنا في المغرب. وكاين غير واحد 10 متر اللي راكم كتشوفوا، ماشي بعيد هانتوما تشوفوا. ها الجزائر هنايا، ها هو المغرب هنايا. اخواني نتمنى من الله ان الاعجاب ديالكم هذا الفيديو هذا القصير، واللي مازال ما اشترك يشترك في القناة ديالنا باش ان شاء الله يوصلوا الجديد. والسلام عليكم.